حكايات أبو مشعل. مين أبو مشعل؟ لك أبو مشعل معرفته؟ إيه أبو مشعل، أيوة أيوة أيوة. اسمع لأقول لك، لك لعرفك فيه مزبوط. في يوم كان في بلدي زلمة ما بنعرفه إلا إنه كبير بالسن ومحجوب ظهره شوي وبيمشي على مهله وطويل البال، وكان في أيام ياخد بنته معه وين ما راح. البنت نص عمشة ونص طرشة ونص بتشوف، بس وجهها سبحان الخالق وشعرها مهما لفته بيفرق وبيطول لحد الأرض، لكنه بيلوح مثل الخرقة مدبق على بعضه، لا بتخلي حدا يقصه ولا بتغسله ولا بتفرده، كأنه في بهالشعرات مثل شمسون مخبية أسراره وكنوزة وصورة حبيبة. يبدو هيك، كأنه بهالشعرات مثل شمشون، شمشون الجبار اللي كان كل قوته بشعره، مخبية هي أسراره بهالشعرات وكنوزة وصورة لحبيبة. ومالنا بالطويل، مالنا بالطويل، أبو مشعل كان عنده ثلاث صناعات، ثلاثة، بيحمل كشة وبيحط عليها أساور وحلق ومشابك ودبابيت شعر وزرار وحبوب ميبسة بالشمس مثل كتلة أمر الدين هيك، حبوب خاصة بيساويها، بس مو من مشمش، مو من مشمش، ما بيشتغل من مشمش، هاي من عسل تبع الجبل للمحتاجين، وما كان حدا بيعرف السر غيره. بس يظهر ما مشي سوقه لأنه يظهر هاي الحبوب ما مشيت مع حدا، كان مضحك على الناس. على كل حال نحن خلينا بسيرته ومنقول كان بيدور على الحارات وبينادي على بضاعته، هاي الشغلة تبعه كانت رائجة، وعلى غنم ضايعة وعلى ولد ضايع أو أي شيء ضايع، وبياخذ أجرته بيمشي وبيمشي، بياخذ أجرته بيمشي، حتى أيام ما بيطلع قديش الأجرة يعني مخبيها هيك على بيعطوه أكتر. كمان كان عنده صنعة ثالثة، أبو مشعل كان سبع الكارات، كان بيحفر هو وبنته، ولما بيكون هو مشغول بتروح بنته بتحفر، مشان هيك شعره مدبق. بس كان حلمه انه يصير معه مصاري يشتري قبر ويعمل له احلى قبر لحاله ولبنته يوم ما بيموتوا، ليون اذا كانوا بالحياة فقراء يموتوا زنقين، ما حدا بيضايقهم في بهالقبر ابدا. كان يقول ايه بكفي مضايقة بهالدنيا، بكفي مضايقة بهالدنيا، على الاقل نرتاح شوي لما منموت. وقت بيقولها بكفي مضايقة بهالدنيا، وقت بيقولها كانت بنته تضحك، تضحك صافي، ولانه بنته كانت تضحك كان كل الموجودين يضحكوا، بس على ايش ما حدا عارف. نحن شغلتنا بس كل مرة نعمل حلقة صغيرة عن حكايات أبو مشعل، شي 3 دقايق 4 دقايق كترت يعني، ما راح نكتر، راح نخليها صوت بس، من شان في واحد دقة قديمة كان يقول الصور حرام ومات، وكان آخر كلامه نط من النعش وصرخ الصور حرام والموسيقى حرام والذهب حرام والخمر حرام، بس بالآخر كله حلال وأنا رايح على آخري، ورجع مات. اسمعوا حكاية أبو مشعل، اسمعوا حكاية أبو مشعل وبنته قبل ما كانوا فقراء ويمشوا على إجريهم، وبعد ما صار معهم مصاري واشتروا حمار والأحمارة ما بعرف، وساووا قبر الأحلام اللي كان يحلم فيه أبو مشعل. حلقات من الكوميديا السوداء، زهير شلبي. نعم نعم، حلقات من الكوميديا السوداء التي تضحك لطفل.